很高兴啊，能够再次见到老朋友塞西总统。今年年初呢，我同你在北京友好交流，达成了许多重要共识。当前国际和地区形势深刻复杂变化，中埃关系的战略性、全局性更加凸显。相信我们这次相聚，将为中埃全面战略伙伴关系注入新动力。中国和埃及理念相通，利益相连，我们应携手努力，朝着新时代构建中埃命运共同体目标全面向前迈进。ومع عكسات زيارتنا إلى بكين في فبراير الماضي للمشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية من رسالة دعم وتضامن مع الصين وما مثلته من دفعة للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات وأكد حرصنا على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية خلال الولاية الثالثة لكم فخامة الرئيس بشكل ثنائي أو ضمن مبادرة الحزام والطريق